الموديل ما شاء الله عليها يعني قدرت تبين جمال الميك اب وجمال شعرها وجمال الاوتفيت اللي لابسيته كامل بمشيتها وبحركاتها. شعوري وانا شايف الاشياء اللي كنت متخيليتها على الرنوي صراحه شعور كثير حلو. بيت لينا طب مره كل اللوك حلو، ستايل رزان جدا جميل، شعر حبيته جدا، لكن ما حبيت الحزام، ما كان عريض وكان الازرار تبع البنطلون باين، فكان ممكن يكون افضل من كده. أول ما شفت الموديل على الرنوي، المشية، الشعر، الميك اب، انعكاس الألوان، الترتر، جدا سعيدة وجدا فخورة. هذا حزام اللي في النص ولا جزء من القميص ولا إيش؟ اللوك تبع رولا كتير معجوق، إنها تختار حزامين فوق بعض، حسيت إنه الخصر ضايع. ستايلستس، في التحدي هذا أنا ونجلة لاحظنا تطور ملحوظ في فهم الثيم وتنفيذه. رزان حبيت جدا اختيارك للتوب، اللون حقه مرة حلو، تسريحة الشعر مرة حلوة، حبيت جدا الميك اب، حبيت الجليتر اللي حطيتيه، حبيت التفاصيل، يعطيكي ألف عافية. الله يعافيك رزان، اللوك حب كبير، everything is on point، volume حق الشعر، الميك اب، color palette اللي اخترتيها، باليتة الألوان، الايرينجز، الامباكت كله، الفيل، الفايب حقه on point. Thank you. يعني هون أنا هيك يعني بدي أطير من فرحتي أساساً، حسيت إنه عن جد عجبها، إنه عن جد عملت فرق بين التحدي الثاني والتحدي الأول. بالنسبة ليكي رولا، حبيت مرة اختيارك للبنطلون، بس القطعة اللي أنت حطيتيها في النص هذه هو حزامين ولا حزام؟ هي حزامين عشان أكسر شوية اللون ده، لأنه مو مرة يعني. طب ليه حطيتي اللون الزيتي أصلاً؟ حسيت يعني الأسود حيكون بورينج شوية. أنا حسيت إنه أوريدي البنطلون فيه ألوان كفاية، والتوب أنت اخترتيه كمان ملون، فكفاية يكون الحزام أسود. ممكن نجرب نشيل الزيتي لو سمحتي؟ حسيت بتوتر. مرة أحلى صح؟ ممكن هذه النقطة اللي حتنزل شوية من علاماتي. حبيت مرة الميك اب حق العيون من لوف صراحة، بدعتي في الشعر وفي الميك اب، شكرا يعطيك العافية. رولا I love also اختياراتك لقطعك، البنطلون مرة حلو، اختيار الأورنج كان موفق حقيقي، لما شلتي القطعة الزيتي كان في وزن زيادة ممتص من أصلا حدة الخصر حقها، مسح لها الملامح حقتها، غير كده كنت برضو متمنية إنه فوليوم الشعر يكون أكثر.